دعونا الآن نرحب معاً بالسكرتير العام لمجموعة بنك التنمية الإفريقي البروفيسور فينسنت ماهيلي، والذي سيتفضل الآن بإدارة فعاليات الجلسة الافتتاحية للاجتماعات. بروفيسور ماهيلي، the floor is yours. His Excellency Abdel Fattah el-Sisi, President of the Arab Republic of فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، صاحب الفخامة أزالي أسواني، رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الأفريقي، صاحب الفخامة أمسون نكانغاغوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، صاحب الفخامة فيليب ليبانغو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية، يمثل صاحبة الفخامة السيد سالموا حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية، السيد إدوارد نجيرينتي معالي رئيس وزراء جميع جمهورية رواندا، يمثل فخامة بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، معالي السيد جيرفايس انديراكوبا رئيس وزراء جمهورية بوروندي، ممثلا لفخامة السيد إيفاريستي دايشيميتي رئيس جمهورية بوروندي، معالي السيد حمسي عبدي بار رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، لفخامة السيد حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، السيد موسى فخي محمد معالي رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقية، السيد المحافظ السيد حسن عبد الله محافظ القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لجمهورية مصر العربية ومحافظ بنك التنمية الإفريقي ورئيس مجالس المحافظين، معالي الدكتور أكيومي أداشينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، صاحب المعالي الدكتور سلطان أحمد جابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بتغير المناخ ورئيس الدورة 28 لمؤتمر الأطراف المعنيين، المحافظون المناوبون لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، كبار المسؤولين بجمهورية مصر العربية، السيد عمر كباج رئيس الأسبق لمجموعة البنك التنمية الإفريقي، رؤساء المجموعات الاقتصادية فلاج ميدر جنرال فودا، المحافظ لمحافظة جنوب السيناء، رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمؤسسات المالية، أعضاء السلك الدبلوماسي، المديرين التنفيذيين لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، الإدارة العليا والموظفون في بنك التنمية الإفريقي، بيوت الإعلام، ضيوف متميزون، السيدات والسادة، اسمي فينسنت ماهيلي، أنا الأمين العام لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ويسعدني أن أرحب بكم وأحييكم في الاجتماع السنوي 2023 لمجالس محافظي البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التنمية الإفريقي في هذه المدينة البديعة مدينة شرم الشيخ. مساء
السلام. وبهذه المناسبة السعيدة أود أن أعرب عن جزيل امتنان وتقدير لكم جميعا للاستجابة الكريمة لدعوتنا إليكم. واسمحوا لي أصحاب الفخامة والسعادة والمعالي أن أعرب عن جزيل تقديرنا وشكرنا لفخامة السيد حسن عبد الله رئيس مجلس المحافظين لمجموعة البنك الإفريقي ولموظفيه للعمل الممتاز في قيادة إعداد الاجتماعات السنوي وهو الاجتماع للهيئة العليا للبنك. نشكر لك معالي السيد المحافظ ونقدر جهودك. وأنتهز الفرصة أيضا لأشكر السيد خالد فدى محافظ جنوب سيناء لدعمه الكامل ومساعدته الثمينة لتنظيم هذه الاجتماعات السنوية. شكرا معاليك، ونحن نعرف كم عملت بكل تفاني لمساعدتنا، وشكرا جزيلا. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، الموضوع لهذه الاجتماعات السنوية تعبئة القطاع الخاص والمناخ والنمو الأخضر في إفريقيا. هذا الموضوع أتى في أوانه، ونحن نأمل أن مداولات الاجتماعات ستقدم ردودا لطريقة عمل القطاع الخاص ليكون شريكا في تمويل التنمية الخضراء في القارة الإفريقية. أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، بدون أي تأخير أود أن أقدم لكم برنامج الاجتماع السنوي. سنسمع كلمة السيد حسن عبد الله رئيس مجلس المحافظين، و بعد ذلك سننشر شريط الدورة، ثم يتحدث في كلمة الافتتاحية السيد أكيمي أديشينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي، وسنسمع بيانا من السيد موسى فاكي محمد رئيس لجنة المفوضية للاتحاد الإفريقي، وبيان من معالي السيد عزالي سوماني رئيس اتحاد جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي، وأخيرا كلمة الافتتاح الرسمية لصاحب الفخامة رئيس الدولة رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.